أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيله. طبعا اليوم معنا الأخ جون، ملحد عراقي مجاهر جديد. خلونا نرحب فيه بالبداية. أهلا وسهلا فيك أخي جون. واهلا بك اخي جان وبكل المشاهدين، وانا اشكرك على شو اسمه الدعوه الحلوه اللي هاليوم استضافتني في هاي الحلقه الجميله. العفو حبيبي، العفو. هذا شرف لنا أن استضيفك ونستضيف الشباب العاقل اللي تنور بنور العقل مثل ما بيقولوا، ترك الخرافات يعني. اكيد طيب اكيد أخي جون، إذا ممكن بس بطاقة مختصرة عن شخصك الكريم، تفضل. اوكي. اني جون من العراق، عمري 25 سنة، من عائلة مسلمة سنية من اهل بغداد. والان يعني عائلة مالتي سابقا مسلمة، فبعدهم هم اسلام، انا تركت مالتي الديانة الاسلامية، تحولت الى الالحاد بعد ما قرأت وشفت انه هذا الشيء صحيح، وبعد دخلنا في هالطريق. ما بتأثر. جون، بس أنا بدي أطلب منك تعلي صوتك لما تحكي، بيكون أفضل مشان المستمع يعني. اوكي، هخلي السبيكر شوي. رائع هيك، رائع هيك. جيد، جون، ايوه لك. خلينا نبدي من البداية. يعني أنت ولدت ببغداد وكلنا بنعرف أجواء بغداد والتدين الموجود ببغداد. كيف كان كطفل يعني، كيف كنت تتعامل مع الأهل، مع الناس، المجتمع كيف كان يتعامل معك؟ إمتى بدأت بالصلاة؟ كيف علموك الصلاة، الصيام، علاقتك بالدين، كل هالأشياء؟ هي يا ريت تحكي لنا إياها مثل ما بيقولوا أكيد أكيد برواق. بكل تفصيل. تفضل. أنا بديت من أنا صغير، كنا أكيد نصوم نصلي، نعرف في التقاليد العائلة والعشائر والتقاليد الأهل يعني من قبل هذا الشيء يعني. وقمت أصلي، يعني أنا كان عمري تقريبا 6 سنين كنت أصلي، بس ما كنت أعرف الدين شنو ولا متعمق بالدين، وحتى عائلتي يعني ما متعمقة جدا جدا بالدين، يعني إسلاميين جدا، ناس يعني طبيعيين وعادي، يعني ماكو أي مشكلة. فبديت هالمرحلة، بديت إلى أن صار عمري 20 سنة. فأني كنت يعني أشوف المجتمع الإسلامي مجتمع مغفول وليس مفتوح، هذا الشيء. ثاني شيء، إحنا يعني لما نقارن الإسلام بالأديان الأخرى مثل المسيح مثل اليهود، إحنا نكون المتفوقين على يعني الأديان. دائما يقول لك المسلم دائما احسن ديانه، احسن واشرف نبي عندهم وافضل كتاب. فهذا الشيء يعني انه خلاني انه يعني اسعى لهذا الطريق. فانه بعد ما سافرت، انا مسافر اكثر من بلد، وشفت يعني ناس معاشره هوايه، بوذا معاشره كثيره من الناس. فلذلك انه هي اللي اقول لك. أظن الأخ جون فقدنا الاتصال معه، هو الكونكشن كمان عنده يعني ما هو ولا بد مثل ما بقولوا، وما عنده الريسبشن هي الواي فاي. أظن بالسيمي كارت عم بيشتغل كان. فأنا بتمنى يرجع لنا الأخ جون ونكمل حلقتنا يعني معه. طبعا أصدقائي، فأنا عملت حلقة لبكرة على أساس أنزلها يوم الأربعاء الصبح واللي هو بكرة، والحلقة للأسف الشديد انمحت معي. هي حلقة تانية ردود على تعليقات المسلمين، ولكن انمحت معي للأسف. أنا تعذبت، حلقة ساعة وربع تقريبا كانت، ويعني ذهب شغلي هباء منثورا. على كل حال أنا بكرة الصبح راح، ولكن في كان بقيان منا مقطع واحد نزلته على اليوتيوب، هو مقطع اللي يثبت انه محمد اشرف الخلق له مليون دولار. هو هذا كان الحلقه ال 153، بس للاسف الشديد بس هالمقطع هذا بقي منه. على كل إن انا راح اعمل بكره تسجيل جديد وانزله يوم الاربعاء. اكيد انا قلت لنفسي كل يوم اربعاء راح انزل حلقه تعليقات على ردود على تعليقات المسلمين، وردود بصراحة شيء يعني مضحك ومبكي في آن واحد يعني.
يعني مبين درجة التخلف الموجودة بمجتمعنا للأسف الشديد، المجتمع المهتريات. ألو، طيب الأخ جون معنا؟ أي معك، أنا معك. طيب تفضل كمل أخي جون، تفضل. وأسفين أيوة، اصدقائي إلى الانقطاع هذا. لا مو مشكلة، مو مشكلة عادي. يعني بس الكاميرا مالك مدى أشوفها، يعني الصورة مالتك مدى أشوفها، بس الكاميرا أكيد الصورة مالتي طالعة. الصورة طالعة، هو بكون من السحب اللي عندك مو مزبوط، فما بسحب الكاميرا الصورة كمان، بس مو الصورة مشكلة، مو مشكلة. المهم يعني أنا طالع، يعني إذا كان، إذا كان يعني ما في خلل بالحلقة لا يعني. لا لا، ما في أي خلل، يعني صورتي صورتك تطلع بالحلقة ولا يهمك. أوكي، فقلت لك أنا هذا بديت الشيء من أنا صغير إلى أن كبرت وتعلمت أنا بالش اسمه نت، ما مكمل يعني إنه دراسة، ولا دارس ولا عارف مثلا معنى الحياة بالأكثر. فأنا قلت لك من خلال السفر مالي، يعني مسافر وعرفت هواية، فكان عندي شكوك بالدين يعني جدا قوية بصراحة. فأنا أريد ألقي هاي الشكوك المين، إذا أجي على مسلم أسأله إنه يقول لي الدين مالي أحسن دين، وأنت إنه مسلم ويعني تشرف إنه مسلم. ظليت أبحث، ظليت التقيت بناس، مو إنه هو للحاد يعني إنه يجبرك على شيء، إنه ينطيك العلم يقول لك أنت أقرأ وشوف وقارن. فأنا دا أشوف يعني هسه المسلمين واللي يعني بهالوقت هذا، أنا خارج بقضية دين يعني، ولا قضية تقول يعني قضيتي يعني قضية إنسان عادي ولا شيء. إحنا الكل، حتى بسوريا، حتى بالعراق، بكل مكان العالم جاي تموت بسبب الدين، بس من تجي تناقش بالدين يقول لك إحنا ما لنا دخل، الدين ما الدين مالتنا دين إسلامي، دين نظيف، دين رحمة. يا أخي هو دين رحمة ما يخالف. هسه وين أنا يعني أريد أشوف اللي بالعراق وبسوريا اللي جاي يصير قتل والذبح وال إلى آخره، يعني من المسؤول؟ اذا يعني حاكي مسلم يقول لك المسلم اني الدين مالي يعني كلي تطاهر وعلى سنة الله وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا، يعني ماكو اي حل يعني انه تلزمه من الاسلام بهالوقت. صحيح الدين عبارة عن دين ارهاب، دين قتل، ودين تشويه، هذا الاكثر يعني اقول لك اياه. بكل تأكيد، بكل تأكيد. طب خلينا مرحلة المراهقة جون، مرحلة المراهقة بتعرف الإنسان يعني تجي عليه الأسئلة بشكل إنه مين الله وشو الله، يعني حتى لو كان هذا الشيء، ولو قاطع كلامك انا افتهمت قصدك، هذا الشيء كان خط احمر، خط احمر بالنسبه لنا، انه نقول منو الله ومنو دينك ومنو مذهبك ومنو، هذا الشيء خط احمر يعني بالش اسمه نسبه للطائفه. اذا واحد يريد يحكي بيها منه مو مشكله، بس الله خط احمر. وظليت طول عمري خايف ومرتعب من هالدين، لانه يعني كانما شلون اقول لك، جريمه يعني دا اسوي اذا اجيب طاري الله. تقول له يقول لك لا هذا شيء كفر، ومن اناقش لحد الان المسلمين يقول لك هذا الشيء غير منطقي، انت هذا الشيء يعني انت تكفر به. فاني قضيت عمري من انا صغير الى حد كبرت وعشت طفوله انه هذا الخط ما عبره، انه صلي صوم، هذا هو، هاي بس اللي يقدرون عليها، صلي وصوم. هو الإسلام ثلاثة أرباع الإسلام عبارة عن اسم إسلام، وليس إسلام مطبق على الصحيح، عرفت شلون؟ ومن تجي عليه تحاكي يقول لك إحنا إسلام دين الحق ودين محمد ودين الله وكلها يعني. فماكو أي عدالة وأي مساواة وأي تحفيز للإسلام ماكو. أنا بهذا الوقت اللي أحكي، وأنا هسه يعني صرت إنسان من كل يعني الاشياء مهدد، يعني بس اعلنت الالحاد مالي، وانا بالنسبه لي ما خايف يعني اذا يعني اعلن. فاقاربي اصدقائي كذا يعني كثير ناس انه انتقدتني من يعني من شو اسمه ضمنهم العائله مالتي هذا الشيء. هذا شيء متوقع جون، صراحة شيء متوقع، يعني أهالينا وصلوا لمرحلة التهديد بالقتل حتى لكل من يلحد، يعني فهذا شيء متوقع. وللأسف الشديد يعني لو ما كان الخرافة هي مغروسة في مخهم بهالشكل القوي، ما كان بقوا ما كان بقي الفكر لحد هلا، يعني بكل تأكيد. كلها
جون جون قلت لي انت مانك دارس، لوين دارس او اذا في اي دراسه اي شيء تخبرنا؟ انا دارس حكايتي، انا اخذ الابتدائي وقلعوني، يعني رصبت بصف التاسع وقلعوني والان طلعت لحالي. اظن الاخ جون رجع فصل الاتصال بيناتنا. على كل اصدقائي، مثل ما كنت عم بحكي على الموضوع، الحلقه 153 كان مفروض انزلها بكره، انمحت معي وكان بقي منا مقطع واحد وكنت محمله وردي على اليوتيوب. هو مقطع اذا من يثبت ان محمد اشرف الخلق له مليون دولار. فانا راح ارجع اسجل الحلقه هاي، وراح مثل ما يعني انا اللي رايده هلا كل يوم 4 الصبح مثلا انزل حلقه مسجله ردود على تعليقات المسلمين، وبتمنى يلاقي اعجابكم يعني ويلاقي رضاكم مثل ما بقولوا، ونشوف كيف بيفكر المسلم بصراحه. يعني انا متشجع لهالفكره هاي، لانه يعني التعليقات اللي عم تجي شيء عجيب، انتم بتعرفوه اصدقائي، شيء يعني بعيد جدا عن المنطق، شيء بصراحه ما بتعرف شو تقول عنهم. يعني اشياء انا ما بعرف اذا بقدر اقرا شيء من تعليقاتهم. خليني اقرا شيء من التعليقات. في الطائر المهاجر عم بيقول: انتم تلحدوا لهدف واحد فقط، وهو الهروب من القيود الدينيه والاجتماعيه. فالملحد يريد ان يعمل ما بدا له دون حسيب او رقيب تزعجه التعليمات الدينيه كالصلاه والصوم، يريد ان يرتكب الفواحش دون تانيب الضمير. فليلحد ليشعر بالطمانينه الداخليه. يعني فليلحد ليشعر بالطمانينه الداخليه، هذا بكل تاكيد عندما يلحد الانسان يشعر بطمانينه داخليه لا ريب فيها مثل ما بقولوا، ويشعر بسلام داخلي، لانه يواجه الحقيقه ويكون قد المسؤوليه، وليس كالمؤمنين اللي بيحطوا راسهم بالرمال كالنعام ويقولون ما في حقيقه اصلا، والحقيقه هي خرافيه، هي وهميه، هي الله. هذا طبعا اكيد يعني مثل ما قلنا السيدة الطائر المهاجر. طيب أنتم تلحدون لهدف واحد، الهروب من القيود الدينية والاجتماعية. يعني أنا فهمته منه أنه الملحد بلحد حتى يهرب من هالحمل أو قيود هو سماها، أو الحمل هذا الديني، يعني أنه العبء الديني خلينا نقول. طيب سوري، يعني كان الانترنت، ما اعرف منك ما اعرف مني. طيب ولا يهمك. على كل حال يعني ما في اي مشكله، وانا مقدر ظروفك واصدقائنا بتمنى يقدروا ظروفك بوضعك الحالي هذا. وهذا شيء على كل حال شيء جيد، يعني بصراحه اشوف شباب متحمس رغم امكانياته الضعيفه. تفضل كمل مشان ما كمان يرجع ينقطع معنا، اسفين. لا عادي حبيبي، وكلك انا يمكن كنت عم بسالك دراستك، لو شو هي دراستك مثلي انا ابتدائي. يمكن هو قطع الاتصال، صار لي ساعه وانقطع. فالمهم نكمل عادي. قلت لك انا مخلص ابتدائيه ودارس، يعني انه لحد الابتدائيه، وتركت صارت الظروف في العراق، تركت الدراسه بعدين فتل اتجهت الى العمل، وبقيت الى العمل، بقيت اعمل تجي. وبعدين جت الايام، صارت يعني تعرف الظروف العراق من 2003 الى حد 2007، الطائفيه والكذا، يعني قسم من العراقيين طلعوا وراحوا في سوريا، يعني كلها بسبب القتل. فاني قلت لك التجيت، ومن خلال سفري قمت اتعلم اشياء هو، يعني كنت ما اعرف يعني انه بالحياه اكثر، يعني السفر والغربه علمتنا، واحنا كمجتمع مقفول، يعني قلت لك مو مجتمع مفتوح، يعني مقفول اسلاميا، يعني من قلت لك يعني انه تحكي بطاري الله انه كانما شيء تكفر به عندهم، هذا الشيء لا تتقرب له ولا تدنى له. حتى الشيخ ما جام، اذا تقول له يقول لك يا ابني صلي صوم كذا هالامور، يا اخي ست صلي صوم
أريد أعرف الدين هو شنو هو الدين، بس صلاة وصوم؟ والله ليش أمرنا بالصلاة والصوم يعني؟ يقعد يفهمه قال الله وقال رسوله هالأمور. يا أخي دوخوك دوخوك يعني. صحيح صحيح. أي فقلت لك سافرت والتقيت بجماعة أنه وهي اللي سولف يعني الدين الإسلامي باعتباره أحسن دين. أي فهي اللي تقوم شيء يقول لك الدين مالي أحسن دين، وثقافيا ومجتمعيا وكذا وعالميا يعني أنه دين محمد. أي وأنا اسمي قلت لك اسمي محمد، فبالأصل اسمي محمد، بدلت اسمي لهذا السبب يعني أنه ما تركتها. يقولوا لي أنت تحمل أشرف اسم على وجه الأرض. قلت لهم يا أخي يا أشرف أشرف اسم ولا أي شيء يعني، أنت من يقول لك أشرف اسم؟ أنت اللي تاخذ الزين على النبي مالك، بس أنت منو قال لك هو النبي كان صح زين؟ أي أنجس اسم، أنجس اسم بصراحة، وأنا كنت أحمله. أي أنا لا أعتز نهائيا، وأفتخر أني تركت الاسم القذر هذا إلى مزبلة صحيح. التاريخ. طيب، خلينا نروح على مرحلة الشكوك. يعني أنت كيف بدأت بالشك بهالدين هذا؟ يعني مع انك ما انك مطلع، مثلا ما انك قاري امهات الكتب، ما انك قاري مثلا من الكتب الثقيله اللي تكشف الحقيقه، كان من صحيح البخاري وغير البخاري والعسقلاني والمسقلاني وكل هالاشياء، العرصات هذول الدجالين. صحيح. اول شغله بصحتك اخي، هذا كاسه من اليوم صحة وهنا، صحة وهنا حبيبي. على قلبك على على قولة قلبك اخي. الذين اشربوا الخمر كي تقولوا الحقيقة، يعني اي هو هذا الصحيح، هذا الاشرف من الدين اللي نقدم. بدت عندي مرحله الشكوك بالحياه اخجان، بعد ما سافرت اني يعني. انا كنت بتركيا عايش، اصلي كنت في تركيا، ف من عايش في تركيا هناك 24 ساعة خايف، خايف من اخاف اشرب لا اموت، واخاف الله انه اعتبرني كافر. عرفت شلون؟ اخاف اسوي شيء غلط، اخاف اموت، يعني كلها يعني محسسك بالخوف، بنار جهنم، باشياء يعني تافه تافه. يعني الأطفال اللي عندنا هسه بهالوقت هذا ما يفكرون غير الحياة، يعني بالحياة يفكرون بس بالموت، يفكرون يعني أنت بس تسولف سالفة حرام لا الله يذبك بنار جهنم، يعلمك على الجهنم، يعلمك على الموت، يعلمك يعلمك إلى آخره. فصارت عندنا يعني مثل أنا عندي خصوصا، يعني صار عندي مثل الإرباك بالدين. يعني هذا الشيء مدى أقدر أوصل له يعني حقيقة، يعني الأهل أسولف وياهم عادي يعني سوالف اذا عن الدين، يقول لك الله امرك بهذا الشيء صلاة وصوم ورسول ماته نفس الحالة. المسيح حاول تتقرب عليه، المسيح يقول لك دين يعني دين مسالم. المسيح بعد ما جيت بالسويداني على اساس يعني اصير مسيحي يعني، فقرأت يعني شيء بسيط انه على المسيح قال لك قبل قبل ما نصل لمرحلة انه تصير مسيحي او تفكر بالمسيحية، انا بدي اي منك شو الاشياء اللي خلتك تنفر من الدين الاسلامي بالذات؟ تفضل. اي الاشياء اللي خلتني انفر من الدين. عندي اصدقاء اني سالتهم قلت لهم قلت لك نفس الكلام، احنا دين دين وكذا. الو الصوت هسه الصوت يمك زين؟ تمام، تفضل. اي فبعد ما يعني سألت فقالوا باوع فيديو مال شو اسمها داروين، انه نظرية الحياة. فشوف شفت الفيديو يعني شبه اقتنعت بيه، وانا اصلا كان عندي شكوك قلت لك بالدين يعني. فلذلك يعني شفت الدين عبارة عن تحريف، حتى القرآن، القرآن يعني قمت اشوف فيديوهات كثيرة عبارة عن مثلا مناظرات مال احمد حرقان ولا غيرها ولا غيرها، يعني اللي يجي لك الشيخ مال المسجد يعني اللي مقابل الملحد ما عنده اي دليل، بس الدليل قرآنه، اي دليل ما عنده. فلذلك انا يعني قلت علي من خايف كل هالسنين، وكنت مرتعب من هالشغلة والى ان ابقى خايف طول عمري، قلت خليه اصير عبد حر. خبر صديقي
ألف تحية أوجه لل شو اسمه أحمد سندباد، إن كان معي في الكم. خابرته قال لي كم كلمة اقتنعت بيها. يعني هي مو مجرد واحد يغسل عقلك، في ناس تقول لي أنت أحد غاسل عقلك بهذا الكلام، عرفت شلون؟ على فكرة أحمد سندباد كان معنا حلقتين بالبرنامج هذا شايفة قال لي شوف الحلقات مالي، شفتها وعجبتني بصراحة وايد. فقلت له سأتمنى في يوم من الأيام أشارك بهاي البرنامج الرائع. فقلت له خابرت وشفت بعد ما أنه أعلنت الحادي، خابرت له وبشرته، فكانت ردة فعل غير جيدة. يعني تدري بعد هم أسلام وابنهم يقولهم صرت ملحد، وهذا الشيء صعب عليهم، عرفت شلون؟ اي فلذلك صار يعني شيء كلها عدوي، صارت كلها عدائي وكلها ما حد يحبني. وحتى يعني العلاقة مالتي بالعائلة مو قوية، أبدا مو قوية صارت العلاقة مالي بالعائلة. اي كل هذا الكلام اللي قلت لك يعني سببه هو الدين الخراب اللي خرب العالم، ومن تجي تحكي بيها بالحقيقة ما حد يعني يقتنع، لأنه كإسلام ما مطبقين الإسلام الصحيح، بس اسمه مسلم، بس اسمه مسلم على الجنسية ماله. أو طيب أظن في حد دق عليك الباب ولا؟ لا عادي عادي ماكو أي أوكي مشكلة. أوكي طب احكي لنا أصدق مع المسيحية، أنت فكرت تصير مسيحي؟ شو تعلمت بالمسيحية؟ شو قرأت؟ شو فهمت؟ كيف تعاملت مع المسيحيين؟ بالمسيح ليش؟ أنا جد خلي بس سؤال تاني أضيف عليهم، ليش أنت رحت قول للمسيحية؟ شو السبب الأساسي يعني؟ أنا مو رحت بيها، بس من جينا بالسويد إنه قلت خلي أبقى يعني بالسويد، أبقى إلى مدة يعني طويلة أشوف المسيح. يعني دينهم دين سماح، دينهم دين يعني حب، ما بي قتل ما بي شيء. بس بعد ما قرأت هاي المصطلحات مال المسيح قبل آلاف السنين، كانت بالحروب وشفت الجرائم مالتهم وشفت، فبعد يعني شفتها كليته يعني شيء مو حلو. يعني الأديان كليته يعني كليته يعني مالتها التاريخ كليته إجرام، كلها بس قتل، كلها بس نهب، عرفت شلون؟ ماكو شيء. يعني هسه حتى العمليات اللي جاية تصير، يعني ماكو واحد ملحد يقول لك أنا أروح أفجر نفسي، ولا يقول لك مسيحي أنا أروح أفجر نفسي، ولا يقتل ولا شيء. بس الإسلام هو اللي مسيطر يعني على هذا الشيء. الإسلام يعني قلت لك المسيح يعني ما شفت شيء أحسن يعني بي، يعني وهم زمن يعني مو داخل بالديانة المسيحية، لأنه لو داخل كان صارت لي مشكلة يعني أكثر، عرفت شلون؟ فلذلك قررت الالحاد مالي يعني كلي تبعد، صرت بري من كلها يعني الاسلام المسيح اليهودية كلها. طيب اي شو المسيحية يعني؟ أنا بس بدي أفهم النقطة هاي، يعني أنت حاولت مثلا تفهم المسيحية، شو شفت من المسيحية اللي خلتك تنفر من المسيحية كمان؟ بس على هو تحط السماعة عند تمك عشان نقدر نسمع الصوت يكون اي أفضل. تفضل. اي قلت لك انا كنت يعني اعرف الديانه المسيحيه ديانه مسالمه، وديانه ما بيها مثلا قتل وبيها نهب وبيها شيء. فصار اللي صار يعني عرفت الاديون انه عباره بس يعني قتال. انا من قبل ما ادخل بشغله يعني اسال بيها، اسال الناس قبل ما ادخل بشغله. يعني مثلا اذا اريد ادخل مسيحي اصير مسيحي لازم اسال بالمسيح، هل المسيح كان يعني ما بي قتل ما بي اجرام ما بي. فبعد ما سالت بهاي المساله يعني شفت، وحتى على الانترنت يعني الحقائق العلميه انه اثبتت هذا الاجرام، عرفت شلون؟ انا يعني مو قوي قلت لك بالتاريخ، ولا قوي بالدين، ولا قوي باي شيء، فانا اللي اشوفه يعني عرفت. فالمسيح عندهم يعني همينة بالتاريخ مالتهم يعني كان يعني مثل الإسلام، وانقص يعني هاي الحروب اللي مرت بالاتحاد الأوروبي، هاي المرة اللي بالاتحاد الأوروبي وقابلها عندك الحرب العالمية وكثير من الشغلات،
أني ما حاولت أنه أضيف نفسي إلى ناس يعني التاريخ مالتهم إجرام. حبيت أضيف يعني شو اسمه النفس مالي إلى مكان طاهر، يعني ما بي دوخة ولا بأي يعني مشكلة. هو صح الإلحاد، يعني إحنا نشوفه الإلحاد عندنا شيء جميل، بس أكو ناس تشوفه شيء إجرام. يعني أنت باعتبارك يعني هسه للناس يقول لك هذا انسان حلال قتله، عرفت شلون؟ بينما انا هسه ما اريد اقتل الناس، ليش اريد اقتل الناس؟ ليش افج الناس؟ ليش اخلي الناس تعيش، اخلي الناس تبني الحياه مالتها، الدول مالتها تعيش بسلام؟ ليش انا افكر بهالامور كلها حتى اني والله بس افكر بالخراب وبالقتل؟ هذا مسلم قتله، هذا مسيحي قتله. هذا الشيء مو معقول. يعني انت من تجي يعني تناقش اي واحد ما راح يقدر يعني، اذا خصوصا كان مسلم متعصب، عرفت شلون اخي؟ اذا كان مسلم متعصب ما تقدر تتناقش وياه اصلا، لانه ايش قد ما راح اتناقش وياه راح اطلع انا المذنب، انا المخوش انسان وهو الصحيح، عرفت؟ يعني حتى انا كل يوم ويا الاهل اخابر يعني الكلام مالي، يعني انا يعني فايت فد امور يعني عاديه هم تنقلب على الدين. ما اعرف يعني ما تجيني هاي الشغله، اقول لهم كذا 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 عن الدين. انا مو اسب الدين، يعني اسب علنا قدام الاسلام لا، بس انه انتقد انه الاسلام. اقول له يعني مثلا انت اذا تؤمن بالله اعطيني دليل. يقول لي دليلي قراني. القران مين اجى القران مالتك؟ يقول لي من شو اسمه النبي. قلت له هو قبل 100 سنه، اللي كانت الناس قبل 100 سنة احنا يعني البشر يعني كانت العالم جهلة مثل يعني على النية مالتهم. قبل 200 سنة اكثر بعد، زين انت يعني احسب هذا الموضوع قبل 1400 سنة، 1400 سنة، انت احسب هذا الشيء اللي احنا نقول عليه اساسا كانت الناس شلون عايشة؟ ما كانوا اكو علم ولا كان اكو فهم ولا كان يعني حتى كان النبي على اساس هم باعتقادهم من ينزل عليه وحي يصعد فوق جبل وما اعرف وين وعلى مود ينزل له شو اسمه وحي يقول له اقرا، يقول له ما لي انا بقارئ. لكاي غير مسرحيه، يعني كيف هم يصدقون هالخرافات؟ ما اعرف يعني هو قال انا بقول لك كيف يصدقون بالخرافات. يعني هو الخرافات اخي جون بصراحة، يعني مثل ما بتعرف انت كنت مؤمن، انت كنت بنفس الوضع، واخوتنا واهالينا المسلمين هم يعني ضحايا لهالارث التاريخي هذا اللي ورثناه من هالناس هاي اللي اجوا من الصحراء وفرضوا الهمجية بقوة السيف. يعني أي فهو إرث تاريخي يعني كلنا ورثوه. أنا بتمنى كل الناس تفكر مثلك، يعني وأكيد راح يفكروا مثلك، يعني أنا أعتقد إنه ما راح أخي يفكر. أخي جان، أنا بس عندي كلام أريد يعني أوضحه لكل الناس المشاهدة اللي جاي. الأدن من انبنت على وجه الأرض انبنت لأجل فتنة بين البشر وليس للحياة، هاي الشغلة. الشغلة الثانية اللي احنا نقول بها واللي انه يعني شو اسمه كل يوم أتكلم بها هي شيء، ها شيء انت من تريد تطبقه على وجه الارض هذا الشيء خرافات. يعني انا هسه اروح اصلي، يعني اخلي كل الناس لازم تصلي، اخلي كل الناس لازم تصوم؟ هذا الشيء غير معقول. انت تريد تصلي روح صلي يا اخي، انت على ايش اسمه راتك؟ تريد تصوم روح صوم على راتك، ما حد بحالك. يعني حتى في هنا مساجد باوروبا بالسويد هسه، يعني تدخل مثل البيت، لا اكو فد شو يسمونه يعني مثلا اذان خارجي ولا شيء. تصلي بداخل هذا المكان، عرفت شلون؟ تخلص، ما لك حق انه تشهر يعني الاسلام ما له خارج هذا المكان، فقط لك حق في هذا المكان. فالاسلام من يريد يعني انه ينتشر بهاي الاشياء، يعني الكلام ماله والسمعه والقتل والنهب. يعني احنا بالعراق عندنا كل شيء موجود، يعني صارت الحروب وكل شيء، صار قتل وصار سرقات وصار المجتمع الاسلامي مجتمع مشرد مشرد يعني بين الدول كليته.
زين أنا عندي هذول حكام الخليج، حشاك هم والقندرة مالي، حشاك من أقول وحاش المشاهدين، حكام الخليج وهذول العلماء اللي يقولون إنه يدعي نفسه عالم، العالم مال ما أريد أقولها، ما أريد، عيب لا لا، عليك. قولها. اقول لك شغله اخوي جون، هذول اللي سموا حالهم علماء، سموا هن حالهم علماء، بس هن عرصات يعني، لا اكثر ولا اقل، عرصات. اعرف اعرف اخي، اعرف كل تنعرفها، تعرف شو القواد؟ قواد، اي اعرف. قوادين. فهذول اي فهذول من جوي، اللي جاي يفتي واللي جاي يقول احنا الدين حق ودين اسلام ودين. يا اخي انت تشوف الحرب اللي جاي تصير بالبلاد المسلمين، تخلي المسلم يروح البلاد الكفر حتى يبدل دينه، وراها تجي انه تقول له عليش تبدل دينك وليش انت تروح بلاد الكفر؟ افتح البلد مالك للاسلام، للعوائل، عفك من الشباب عمي، خلي الشباب. بس هذول العوائل اللي جوي، يعني اللي ايش قد غرقت الناس بالبحار، من عراقيين من سوريين من اشكال الناس، ايش قد غرقوا بالبحار. يعني مع ذلك يجون الناس هنا، يجون الناس هنا ويفتي لك فتوى يقول لك هذول الكفرة حلال قتلهم، هذول الكفرة وهذول هذول المشركين. انت تدري بالسويد عندهم نسبة الالحاد اكثر من 80%، وشوفهم شعب مسالم وما يحب اذيه، وبالعكس اطلع اني من اطلع باي مكان. اني قبل فترة كنت بالعاصمة، رحت وجيت ماك واحد كمشني قال لي انت مين؟ شنو الديانة مالك؟ انت شنو مسلم؟ لو 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 مسيح؟ ماكو ابدا ابدا ابدا، ولا عندهم هذا التصرف ابدا، ولا يكون هذا التصرف عندهم. ناس عايشه ومرتاحه، ليش بس انت اللي تريد هذا الشيء وتفتي على كيفك واللي تسوي على كيفك؟ ومنو قال لك انت هذا الشيء ماتك صحيح؟ اذا انت تطبق ماتك الاسلام الصحيح، طبقه على روحك، مو طبقه على الناس. والله هذا الشيء حرام، والله هذا. انا هسه اقول مع الاسف حتى عندنا بالمجتمع العراقي اللي جاي يصير، مع الاسف اللي العالم يعني بصراحه، يعني لحد الان انا بالفيسبوك من اشوف بس منشور، اكو بعض المنشور مال الاسلام انه نشره هو اللي يفيد العالم بالالحاد، عرفت شلون؟ يعني من يجي يعني يقول لك هذا قاعد ينتقد الاسلام، ابنيه مثلا كانت لابسه قصير، او البنيه مثلا غير مثلا محجبه، ها يعني هذا شنو ما تظاهر؟ هل انتم تحبون هيك ظاهره ام لا؟ يعني هو اللي جاي، هو اللي حرض الانسان على الالحاد وعلى الانحراف وعلى الشيء. عندك الشرب حرموه، الشرب بالدول الاسلاميه الى ايام، حتى عندنا بالعراق يعني الشرب حرموه، عندك الملاهي حرموها. يبني لك بس مسجد، يريد يبني لك وحتى يكبر، يبني لك بس مساجد وخلف مسلمين وخلي الناس تصلي والعالم ميتة من الجوع وفقر وذبح وقتل. هذا الإسلام اللي يريده، ماكو أي مشكلة يعني عندهم. بكل تأكيد أخوي، بكل تأكيد. يعني الإسلام أصلا مثل ما قلت أنت، يعني هو في عصر المعلومات السريعة، الدين هو بيفضح نفسه بنفسه يعني. فواضح يعني، لو ما كان عندنا إنترنت وفيسبوك وهالوسائل الاتصال الحديثة هاي والفضائيات، يعني ما كان عرفنا شو عم بيصير مثلا بالعراق. يعني حتى تكون أنت بتركيا مثلا جنب العراق، ما راح تعرف شو عم بيصير. هو احنا حتى لو باقين على الاسلام كان لسه باقين حد الان على البعير والتلامات. بالضبط بالضبط. يعني يقول لك هذول بلاد الكفر، كل شيء ما يفيدون. يا هذول ليش ما يعني على ايش مفادونه؟ على الاقل كل شيء انه سووا صنعوا من التلفزيون، من السياره، من الـ يعني الـ يعني الاختراع، اشياء هوايه انه اختراع. شنو اللي قدموهم الاسلام؟ يقدم انه بس الله اكبر وذبح على القبله وعلى هذا. هذا هو هذا الاسلام الموجود، الله عرفت اكبر، شلون؟ قتل وموت وتفجيرات يعني، وحتى السلاح اللي عم بتحاربوا فيه يعني من صنع الكفار. يعني هن ما هو برعوا كله حتى ملابسهم للاسف الشديد. عفوا. للاسف الشديد يعني، انا قلت بزمانه انه الشيخ اللي بيطلع بيدعي على الكفار، اللهم دمر واللهم دمر،
بعد ما يخلص الخطبة بيروح عند مرته، لما تشلح له بوصل للكلسون، حتى الكلسون وتطريز الكلسون من صنع الكفار يعني. كلها بس انت من تجي من تقول له، يقول لك انه قال الله، قال محمد، قال الدين، انه امرت الناس، وامرت الناس بالله شلون، أمرت أن وامرت أقاتل. انا قاتل الناس حتى ان يشهدوا. يا اخي انت عوف هالكلام الفاضي، عوف الدين المزيف. انت التهي بناء بلد، بناء جيل. هسه عوفك من البلد، بناء جيل. عندك الجيل هذا اللي هسه اجى كل شيء ما يعني عندهم علم، كل شيء ما انه يعرف. يعني هذا جيل الالفينات يعني اللي اجوا مع الاسف، كل شيء يعني لا عندهم علم ولا عندهم تطلع على الحياة. فقط يعني حتى الكتب صارت يعني عندك بالش اسمه الثقافة، ماكو بعد ثقافة يعني حقيقية. كتب وتقرأ كل على الآيباد، وفقط بس يعني عندك اللعب والهمج إلى آخره. احنا نريد شو نريد يا أخي؟ احنا نريد الشيء اللي مبني للعالم هو الشيء الصح. انا ما اقول لك انا الصح ولا غير الصح ولا اي واحد صحيح. اللي هو الصح هو اللي يبني نفسه، هو اللي يطور من حاله، يطور من المجتمع ماله. هذا الصح. مو اني اروح اقتل والله هذا الصح، والله اني اروح اذبح اني هذا الصح، والله اني اروح يعني كافي. يعني هذا الشيء صار ملل، يعني ملل من 1400 سنة الى حد الان، بس قتال وحروب ومشاكل. الى متى هذا الشيء؟ يعني هذا الشيء كفرك من طورك يكفرك. عرفت شلون؟ ماكو اي نتيجة ولا اكو اي نفع بهذا ابدا ابدا ابدا. ومهما تكون تحاول انه احكي ويا ناس مسلمين بهذا الموضوع ما يفيد ابدا، ويقول لك احنا احسن واشرف دين الى اخره، وما راح يقتنع ولا راح يفيدك، ولا انت يعني راح تقنع بشغله من افكارك الزينه. تقول له يا بي ابن الحياه مالك. هسه حتى هنا اكو في قسم يعني فاتوا لا اسف اسف كثير، معنا اتصال من الاخ سال. طيب مساء الخير. انا اسف جون، انا كان لازم اكون ساي سايلنت، ما تسمع الصوت حتى تكمل كلام. لا عادي 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 عادي، كل طيب. الهلا بيك وبالاخ الصديق. لا هو مو خطأي انا، مو خطأ احد يعني. تفضل سال. شكرا شكرا، مساء الخير. اعترض على صديقنا الجديد جون. حبيبي على راسي على راسي على راسي من واختراعات الاسلام، علوم الاسلام. تفضل. على 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 راسي وشرف فيك اخي العزيز. علماء الاسلام، هذا الاسم حرام وخطأ، محرم يعني عقائديا. الاسم الجديد اللي اخترعناه لهم هم شيوخ الجهل والضلال. لا لا يا سال، انا كمان بزعل منك، انت كمان على فكره. نو 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 نو، الزعل غير مقبول. اسمع حجتي وبعدين. اول شيء نسيت ارحب فيه حبيبي ابن الرافدين. لا لا، اول شيء اسمع حجتي بعدين نتفق على اسم مسمى خاص بهالعرصات. هذول اسمهم عرصات. شيوخ الجهل يا اخي. عرصات، تعرف العرصه القواد اللي الاختلاف والحريه، انت تسميهم عرصات ولا تسميهم شيوخ الجهل؟ اوكي. برضو الاخ جون نكر الاكتشافات الاسلاميه والمبادئ الاسلاميه. هل نسيت عصير بول البايره يا رجل؟ هل نسيت ارضاع الكبير؟ اسف شكراً, شكرا 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 سال، انا بتشكرك كثير على الاتصال والوقت الحلو اللي عطتنا اياه، شكرا كثير. تسلم. شو رايك ناخذنا تعليقين من اليوتيوب؟ خلينا ناخذ اذا في تعليقات لاشوف. طيب اظن في الاخ
الأخ علي عبد الله، الأخ علي عبد الله صدقني نحن يعني لم نتجاهلك نهائيا، وبس بس مثل ما قلت لك يعني أنا بتمنى تكتب بطريقة يعني أقدر أفهم التعليق. على كل حال في تعليق عم بيقول السؤال وهو: ما مصير دولة سعودية ودولة إيران؟ هل ستكون نهاية الدولتين في حرب بينهما أم سوف يسقطون بسبب حرب أهلية؟ وعندي اقتراح أرجو أن تطيلوا من مدة الحلقات وأن تجعلوا مدة حلقات ساعتين، ساعة مع الضيوف وساعة لقراءة التعليقات. هذا أقترح فقط سؤال أول هو: هل سيبقى شرق أوسط كما هو؟ هل سيبقى الشرق الأوسط كما هو؟ أم سوف يتغير حال؟ وهل سوف يكون شرق أوسط مثل دول ديمقراطية؟ وهل سوف يكون شرق أوسط مثل أوروبا شرقية أم مثل أوروبا غربية؟ وسؤال أخير: ما هو تعليق على صعود يسار في جنوب أوروبا وجنوب أمريكا؟ مع تحياتي لكم أرجو رد على أسئلتي وأن لا تتجاهلوا، وأنتم في حلقة سابقة لا تتجاهلوني. بصراحة علي أنا آسف كثير، يعني يا ريت أنا بتمنى توضح يعني في التعريف والأشياء كثير مهمة حتى بيسهل على الإنسان القراءة، بتخربط بصراحة يعني أنا إذا قرأ كتابة ما هي صحيحة بتخربط. على كل إن أنا ماني سياسي حتى أعرف شو بده يصير بإيران وتركيا، ولكن توقعاتي راح إيران والسعودية، لكن توقعاتي حرب أهلية قادمة، يعني الشرق الأوسط يصير فيه على صفيح ساخن مثل ما بقولوا. سوريا العراق تقسيم قدامها لا محال، الحرب الأهلية قادمة لتركيا، قادمة لإيران، قادمة للسعودية كما أراها أنا، والله أعلم. شو رأيك أنت جون؟ والله هو أكيد يعني أكيد بالضبط هذا الشيء يكون، بس عندك السعودية كشعب يعني كلش مسالم بخصوص الأديان، يعني الدين الإسلامي مالته. بعث شوف، الإرهاب ينبع الأساس من السعودية الأم، يعني هي أم داعش هي السعودية. هم من يمول هاي المبالغ اللي عندهم؟ يعني ناس مرتاحة، فلوس موجودة عنده، يعني كل شيء موجود. فهذا الشيء فكر آخر شيء، يعني كلها راحة موجودة، خدم، فلوس، أملاك، كل شيء عنده. فهذا يفكر بالموت، بالشهادة، فما يفكر بالبلد ماله، بس يفكر يقول لك العراق قريب علي، سوريا قريبة علي، عرفت شلون؟ فلذلك اللي دي يسوون هذا الشيء ناس جهلة، يعني هذا بمعنى الكلمة جهلة، وليس أكو عالم لو هي تعقل تقول لك هذا بشر، إذا كان سني وإذا كان شيعي وإذا كان يزيدي وإذا كان أي من الطائفة، ليش أني أحلل القتل هذا؟ ليش ما أبني مالي على دين صحيح، الدين يعني قوي، بحيث انه لا اجب يعني التأثير على الدين الاسلامي اذا كان القتل واذا كان النهب، لانه اكثر الحالات اللي يصير هو من الدين الاسلامي. ايران الحكومه مالتهم، عندك الحكومه والشي يسمونه السياسيين الايرانيين اللي هم اتخذوا هذا القرار. انا عندي هسه اصدقاء من ايران هنا موجودين، فقلت له توش عجب يعني طالعين، يعني شنو السبب؟ فقال لي احنا بالسياسات همينا دولة اسلامية دي يفرضوهم، بس احنا ما نقول الكل يعني نعممها، بس هي اسمها دولة اسلامية، دولة ايران الاسلامية، وهي شردت منها الحكم ونفس حكم السعودية تقريبا، عرفت شون؟ هم دي يصير بيها قتل، هم دي يصير بيها نهب، هم دي يصير. فالإرهاب اللي دينبع يا أخي من العالم هو سبب الدين الإسلامي، والأم المصدرة إلى الإرهاب الأصلية هي السعودية، يعني طاقة
طاقة مال الإرهاب أقوى طاقة بالعالم هم السعوديين، بالتفجيرات بالعمليات الانتحارية. هذا يقول لك أنا أصلي أصوم، ويقول لك أريد أروح أتبنى الشهادة. هذا اللي يفكر عقله. شوف العقل وين يفكر، يقول لك العقل زينة، من يجي يفجر نفسه بين الناس، عرفت شلون؟ انه كسب، راح يروح يتغدى ويا محمد ويا ابو بكر. هذا اللي خرب دماغهم. يعني شوف للأسف التفكير الشديد، وين للأسف الشديد يعني هو مو بس إنه بيروحوا بيفجروا حالهم، ويعني أغلبية الأغنياء الموجودين بالسعودية يعني يتبرعون بأموال طائلة لهالأندال هذول لمشاريعهم. هو اكيد اكيد هذا اكيد هذا الشيء موجود 100%، لانه اكو دعم حتى دول الخليج، عندك قطر، عندك الامارات، الكويت، كل تدعم موجود 100%. ما هي غلط هذا الشيء، 100% صحيح. السعودية والدول الخليج كلها مسؤولة عن العالم بالعراق وبسوريا، سبب الضحايا اللي دا يصير هسه الارهاب، هم اللي دا يمولون الارهاب. وحتى بالخطب مال الجمعة بالسعودية، يعني انه يلعن الشيعة، يعني الكفار النصارى، يعني ماخذين الشيء يعني اكابر، يعني انه هم عندهم هذا الشيء، يعني بس هم وماكو غيرهم، يعني ماكو اعلى شيء منهم بعد. انا هسه من اشوف ناس اسلام يجي، انا قبل فترة كنت بتايلند، شوف هذا الكلام اخي، جيت قبل فترة بتايلند، يجوا لك الخليج وشوف، هم يقول لك بالشرف وبالدين، وهم انقص من الشرف وانقص من الدين، هم اللي يجون هناك وين ما كان مكان بيه فساد يفوتون بيه، هم والنسوان. وتجي لك المرأة الخالة الخمار مالتها، هذا الخمار ولا الحجاب ولا الشيء، وتفوت تقول هذول ايش، هذول حرام عليهم يسوون. يا اختي انت حرام عليك، كافر مو مسلم. انت من جابك؟ من اللي خلاك؟ وشوفهم مثل العربان، مثل البعران، يعني كيف تتعقل اذا 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 واحد يشرب بول البعير، كيف تعقل هذا البشر؟ اريد اعقل هذا الشيء. يقول لك هذا نعمه، يقول لك هذا مفيد للصحه، مرض يروح يعني يسافر بلندن بامريكا على مود يتعالج. شوف هذا وين التخلف، يقول لك هذول يعني شيء دين مضحك مضحك مضحك. يعني انا كل يوم اضحك عليهم اكثر من ما يعني اسولف نكات بصراحة، عرفت يا اخي؟ دين أكيد أكيد. طيب أنا في عندي تعليق آخر، بس بدي أقرأ بالأخ اوكي دايدي أظن، عم بيقول مساء الحرية، يعني تغيير الأفكار ويبقى احترام المواعيد والوقت من الكماليات، تحياتي. طبعا الوقت، المواعيد، أظن تغيير احترام المواعيد مهم من الكماليات، هي من الأساسيات. ولا تنقرنا بحجارك، لأنه أنا ما أعتقد يعني إنه تأخرنا أكثر من 3 دقائق الحلقة هاي. اي ولا تنسى يا أخي، أنا يعني الو الو آسف، يعني أنا اي سوري بعمري ما تأخرت على موعد البث اي أكثر من 5 دقائق، وأغلب الأوقات يعني 90% بكون بالوقت على التمام يعني. ولا تنسى إنه عندنا حلقة تقريبا كل يوم، ولا تنسى تاني نحن ما لنا بمحطة CNN حتى تكون عندنا الإمكانيات والأجهزة المتوفرة لكل الناس، يعني للإعلاميين أو شيء. نحن عندنا هاللابتوب هذا، والأصدقاء بالطرف المقابل عنده موبايل، ف يعني بدكم ما تأخذونا، وآسفين على كل حال على تأخير 3 دقائق هي، يعني في أي اعتراض عليها. طيب، في الأخ معروف المجهول كاتب لي مرحبا، قلت له أهلين. إذا بدك تتدخل الأخ معروف يا ريت تتصل وتتدخل معنا. عم بيقول جان بره مقدم البرنامج، نعم أنا هو، خليني أكتب له نعم. اوكي على راحتك على راحتك على الهواء إذا تريد تتصل. طيب،
على كل على كل خلينا نروح على مرحلة الجهر جون. أنت لما قلت لأهلك طبعا ما تقبلوا الموضوع هذا، برأيك يعني شو بيأثر الجهر؟ يعني أنت الله شو أثرت على أهلك؟ برأيك أنت سويت شيء جيد ولا سويت شيء مغضوب عليه ولا سويت شيء ممكن يأثر فيهم حتى بالمستقبل؟ يعني تفضل. أخي، هو بالضبط من أحد يريد. يعني كل إنسان عنده حر، يعني حر، يعني حرية. يعني إحنا كبرنا، مو إنه إحنا بعدنا صغار حتى نظل مع أفكارهن وتقاليدنا ومجتمعاتنا. هذا الشيء. ألو، وياي؟ ألو. أي يعني اللي صار بعد ما فكيت الموضوع، أنا رأسا فتحت الموضوع. يعني مو ظليت فترة وخايف وشي، لا، رأسا فتحت الموضوع مع الأهل ومع الأصدقاء. حتى من بعض الأصدقاء يعرفون، فعندهم تأثير بي، لأنه يعني تعرف العراق بمجتمعات محافظة على التقاليد، محافظة على الدين مالته، محافظة على الأشياء. فلذلك أنا مقرر هذا الشيء، يعني مسويه بداخل نفسي، وليس أريد أضر أحد به. الإلحاد هو مو أضر أحد ناس به، ولا أضر أهلي به، ولا أضر أي شخص. أنا بالعكس إنسان أحب الإنسانية وأحب الحياة وأحب كل شيء. ما أريد أظلم أي إنسان أنا، ولا أريد أظلم أي بشر أنا، ولا أنا ولا كل أحد مثل ملحد. هاي الشغلة، ما اللي يتقبل الصورة بغير رسمية بغير صحيحة انه انت مسلم تبدل دينك، هذا الشيء غير صحيح مطلقا مطلقا مطلقا. يعني هذا الشيء، يعني باعتبارهم انه اذا تبدل دينك، يعني انه انت يعني جاي انه تشرك بالله، هذا اول سبب. ثاني شيء، انت كفرت بالله، وهذا الشيء انت بعد ما تقدر تدخل بلدك اذا انت ملحد. يعني الناس تدري بيك، انه شوف العقل وين، يعني الجهل وين دا يوصل الى هاي النتيجة. احنا ما نريد توصل الى هاي الامور، قتل ونهب. أنا المفروض ينطون، أطمنك جون إنه راح ندخل بلادنا وراسنا مرفوع ونحن ملحدين، وسوف يكون مجتمعنا كله ملحد ومؤمن بفكر العقلاني بالعلم، وإن شاء أبو يعني الخرافة ستهزم مهما طول معنا. طيب الأخ معروف المجهول معنا على الخط، أهلا وسهلا فيك أخي معروف. أهلا فيك، نتشرف بالكلام معاكم في المداخلة. الشرف إلي يا أخي، تفضل. حبيبي أهلا وسهلا. على راس، كنت على فرصة من زمان، لكن شوية الظروف ما كانت تسمح. ولا يهمك، تفضل أخوي. أنا فقط حبيت أسلم عليك وأقول لك نحن نشكرك على هذا المجهود الذي تقدمه من أجل إظهار الحقيقة. العفو حبيبي. أنا بدي أسألك معروف، بدي أسألك موضوع الجهر بالإلحاد. يعني كشباب نحن بنجهر بإلحادنا أمام مجتمعنا، هل برأيك هي نقطة إيجابية، نقطة سلبية، نقطة ما لها معنى؟ شو رأيك بالموضوع؟ لا طبعا، لكل نقاط مهما كان الأمر عظيم بالنسبة لي، طبعا يعني هذا رأيي، مهما كان الأمر عظيم، مهما كانت الخطوة المتخذة لها إيجابيات ولها سلبيات. الإيجابيات معروفة طبعا، نحن ندعو إلى تفتح الأذهان، اتساع الفكر، نشر المعرفة بين الناس، نبذ الخرافة. لكن في الوضع الراهن أنت تعرف مجتمعاتنا والعقلية المسيطرة على هذا المجتمع. يعني أكيد. مجرد اني اتكلم معك اكيد معروف، بس اخاف اني اقول اسمي. صح. انت تعرف ان هذا الموضوع. نعم صحيح، بس تلاحظ معي انه مجتمعنا هذا هو يعني من منذ الزمن الجائر هذا من 1400 سنه لهلا، واذا نحن ما حكينا وتخطينا مرحله الخوف هي راح يبقى مثل ما هو. فلازم يكون في خطوه، يعني الخطوه هي بدنا ندفع الثمن. أنا معك 100%، مثل ما قلت لك، كل خطوة جبارة لها إيجابيات و
ولها سلبيات، وطبعا ايجابيات اكثر من السلبيات. السلبيات لسنا نحن سببها، لكن هي المجتمع هو يسببها لنا. هل وصلت النقطة؟ بكل تأكيد، بكل تأكيد. نعم. بكل تأكيد. نعم. طيب انا بدي اسالك سؤال ثاني، وانا مش ما اطول عليك كمان، يعني ما الارهاب اللي عم بيصير، يعني هلا كنا نشوف كل 3 4 اسابيع تفجير ولا مجزره ولا في، خصوصا باوروبا، نحن ما عم نحكي على الشرق الاوسط. هلا صرنا نشوف يوميا اكثر من عمليه، برايك لوين بدنا ماشيين؟ يعني ماشي فين بعد؟ وكمان وكمان أنا اليوم كنت أفكر بهذه النقطة. أنا يومياً أسمع من الناس إنه أي أحد أتكلم معه يقول لي مثلاً داعش لا تمثل الإسلام، حزب جبهة النصرة لا تمثل الإسلام، البطيخ الفلاني لا تمثل الإسلام. فورد لذهني هذا، طبعاً مصطلح لا تمثل الإسلام هذا مصطلح، يعني أنا أسميه مصطلح المطاطة، تمط هنا وترخي هنا وتضيق على الناس هون. يجب أن نعيد صياغة السؤال، يجب أن لا نسأل مرة أخرى هل داعش يمثل الإسلام أم لا، يجب أن نسأل هل الإسلام يمثل داعش أم لا. نعم نعم. يعني أنا من خلال حياتي مع الإسلام توصلت إلى استنتاج أنه داعش لا تختلف عن التيارات الإسلامية الأخرى إلا بشيء واحد، لذلك لا يكفروها إلا بشيء واحد فقط، لا وهو مسألة الخروج عن الحاكم. هذه المسألة فيها خلاف بينهم، لكن باقي الأمور كلها متفق عليها. صحيح. نعم. صحيح. هي لا تمثل الإسلام، لكن الإسلام يمثلها. بالضبط. هذا رأيي طبعا. هم مكملين لبعضهم صراحة، يعني هم الإسلام بذاته، يعني هلا مثلا المسلم يمثل الإسلام بكل تأكيد، البوذي يمثل البوذية، والمسيحي يمثل المسيحية، يعني ما هو معقول يجي. تفضل. لكن على فكرة الكلام لا، لو أنا أريد أتهرب من إجابة تيجي مثلا لو ابني عمل غلط تسألني تقول لي ابنك عمل غلط، ممكن أقول لك أنا ابني لا يمثلني، هو تهرب من المسؤولية تماما. لكن لو أنا عملت غلط، أنا أمثل ابني وأمثل أبنائه وأمثل جميع أفراد عائلتي. صحيح. وصلت النقطة؟ أكيد أكيد. طيب أنا بشكرك كثير أخي معروف على يجب أن نحيي صياغة السؤال، هل الإسلام يمثل داعش أم داعش تمثل الإسلام؟ هي البيضة منين اجت والدجاجة منين اجت، بترجع على كل شكرا كثير لك اخي معروف، وانا مقدر اتصالك هذا، وانا بتمنى تتصل فينا على طول بالبرنامج. شكرا كثير لك. شكرا. كنت بدك تضيف شيء جون؟ اي على الكلام كلام الولد، هو كلام جدا منطقي وإنسان عاقل وفاهم، وألف تحياتي إليه يعني الأخ. يعني أنا أريد أعلق على هذا الموضوع، إنه تنظيم داعش يعني شلون انبنى وشلون صار. أريد أعلق لك شيء بسيط عليه. تنظيم داعش من إجى؟ إنه بعد الخلافة اللي دا يصير بالوطن العربي الإسلامي اللي إحنا اللي جايين بهالوقت هذا، الوطن العربي انه عندهم الاسلام، يعني بالعراق بسوريا بلبنان بمصر عندهم الاسلام ضعيف. هو اسمه مسلم، صحيح مسلم، هذا يصلي يصوم، بس الاسلام ماله ضعيف. يعني انا حتى مرات من اسولف مع ناس اقول لهم انتم الاسلام مالكم مثلا ضعيف، راح يضحك علي يقول لي شلون ضعيف؟ ضعيف يعني انه انت ما جاي تطبقه 100%. داعش من تجي، يعني هو مو اسم داعش، هي بالأصل تنظيم الدولة الإسلامية اللي اجتي اللي تطبق الشريعة الإسلامية على شرق الأوسط وبالعالم، اللي هم يردون يعني انه يظهر، ومو جاي هذا يعني جاي مثلا من عندي اسمه، هذا جاي الفتوى ماله يطلعها من القرآن. القرآن هو اللي جاي، يعني الدستور ماله القرآن. شلون اسم مثل مهلكة العربية السعودية، ما اقول مملكة، المهلكة العربية السعودية
اللي جاي النظام مالتها على القرآن، يعني يقول لك السارق والسارقة تقطع يعني أيدهما. هذا الشيء بالقرآن موجود، ولا مثلا المازاني ولا غيرها، يعني اللي يجم واللي يقتل واللي يذبح. فهذا الشيء هم اللي جايين يعني يطبقوه على الصورة الواقعية. فالإسلام مو يعني ملتزم بالدين ماله بصورة صحيحة، راح يشوف هذا الشيء غلط، راح يشوف هذا الشيء نوع من الإرهاب. بس هو لو يتعمق، أنا هسه من الناس لو هسه مسلم حقيقي وأدخل بالدين. أنا قبل فترة كان أحد الأشخاص ولد صديقي بتنظيم الدولة، بس هو مو يشتغل بتنظيم الدولة، يعني عنده انتماءات بسيطة لها. فسألته أنا كأنه إنسان، سألت إنسان ثاني، قلت له أريد، أنا كنت مسلم، قلت له أريد أضيف، يعني أريد مثلا إذا أصير، أنا مو قصدي أنه أصير وياهم، بس قلت له إذا أريد أصير بتنظيم الدولة شلون أصير؟ قال لي أنت ما يخلوك. قلت له ليش ما يخلوني؟ شنو السبب يعني ما يخلوني؟ قال لي ما يخلوك، قال لي هم يختارون أكو ناس معينة، أول شغلة تحافظ قرآن، ثاني شغلة الصلاة مالتك لازم كلها وقت بوقتها، وثالث شيء يعني الإيمان مالك والسنة وكلها يعني مطبق الإسلام بالصورة الكاملة. عرفت أخي؟ فهذا الشيء قال لي أنت ما يخلوك، يعني إذا أنت بس تصلي وتصومين يعني شيء يخلوك تفجر نفسك، لو يخلوك تقاتل ما يخلوك أصلا يعني. قال لي لازم أنت تعرف داعش الأصليين حافظين القرآن، حافظين السنة النبوية، وحافظين الأحاديث، وعندهم كل عمل اللي يطلع قبل ما ينفذها يعني يقرأ عليه الآيات، والله هذا حكم الله وهذا يعني شرع الإسلام وإلى آخره، يعني ظل يخربط بهالكلام. بس الناس ما تقل هذا الشيء يا أخي، يعني ما أعرف شنو السبب، ليش هم أكو شيء بهم غلط وما دي أخلوه. يعني أنت تشوف واحد دي يسوي غلط وهذا يعني جاي يمثلك، زين انت بهالحالة شو تسوي؟ لو تصير وياه، لو تقول انا متبرئ منه اصلا. هم الناس ساكتة، اللي جاي يصير هسه بالعراق حرب اسلام باسلام، اسلام باسلام اللي جاي يصير، الجيش العراقي اسلام، هذول اسلام، فهم المسلمين جان يقاتلون اسلام، جاي يقاتل هو للاسف الشديد اخي جون، هو امتداد يعني لحرب الجمل يعني. طب معنا اتصال من الاخ عباس، تفضل اخي عباس. السلام عليكم اخ والصديق جان، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا، سلام لضيفك الكريم. حبيبي على راسي، اهلا وسهلا بك. بتصل عليك انا من السودان طبعا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بالسودان واهل السودان. الله يخليك. حقيقه بس كنت عاوز انبه لنقطه بسيطه جدا. تفضل. هي غافله عن التاريخ العربي، اللي هي اتفاقية البخت اللي هي تمت بين النوبة في السودان وبين عبد الله بن السرح. هذه الاتفاقية كانت مذلة، وتم انتهاك حقوق الإنسان حقيقة من قبل العرب في السودان، اللي هي الاتفاقية تمت سنة 31 هجرية 651 ميلادية. الحرب كانت هي من 21 هجرية لحد 31 هجرية، العشر سنوات كانت حرب كر وفر، لم يستطع صراحة المسلمين احتلال الدولة السودانية أو الدولة النوبية اللي هي كانت بقيادة الملك العظيم كالديرون. فالعرب والمسلمين ما بيحاول يذكر هذا التاريخ وهزيمتهم اللي كانت متكررة كثير جدا، الدولة المسيحية اللي كانت موجودة في الوقت ده. لكن أنا عايز أعلق بسيط جدا على بنود اتفاقية البخت. تفضل. علو عباس، إذا بتقدر تعلي صوتك أكثر. جيتك. داير أعلق على بنود اتفاقية البخت. هي كانت اتفاقية عجيبة جدا، التزام ما بين المسلمين والنوبة. الاتفاقية كانت بتطلب من النوبة إنه يدوا 360 عبد سنوي إلى أمير المسلمين اللي هو كان الوقت ده والي أسوان، وبموجبها تمشي عثمان بن عفان أمير المسلمين الوقت ذاك، فيه هو خليفة المسلمين، إضافة لسن الفيل وإضافة لبعض الزرافات والعاج اللي هو سن الفيل والعاج وزرافات وبعض الجلود المنتجة من أفريقيا.
المسلمين كان بده النوبة كالآتي، كان بدهم خمر أو يسمى خمدريس من الحجاز، يجيبوا خمر ويجيبوا رز وعدس وبعض الكتان. أها. هذا كانت الاتفاقية تحت البخت. اتفاقية البخت تمت بين جالديرون وتمت بين ملوك البجة اللي هم يوجدوا حاليا في شرق السودان. فالعرب والمسلمين حتى المسلمين ما بيحاولوا يتجاوزوا التاريخ ده. الاتفاقية دي استمرت، كانت أكبر اتفاقية تستمر في العالم، كانت مدة 680 سنة اللي هي انتهت العام 1210 إلى 1250 بالضبط، ما محدد التاريخ أنا، لكن انتهت في الوقت ده باعتناق ملك النوبة الإسلام على أساس دارس في الجزية حياتي. لكن من الحاجة الغريبة إنه الخمر كان بيجينا من الدول الإسلامية، وبعد ذاك المسلمين يقول لنا الخمر حرام، فدي كانت عملت مشكلة في الثقافة. للأسف الشديد أخوي عباس، للأسف الشديد يعني هو مثل ما قلت أنت صحيح أطول اتفاقية، ولكن يعني صدقني الهمجية الإسلامية أو الهمجية الصحراوية هي ما أذت أهل السودان فقط، يعني إذا بتقرأ العهد العمرية يعني بكفي بيوفي، ما قصروا يعني الجماعة. تفضل أخي عباس، في عندك أي تعليق آخر؟ لا أنا بس حقيقة عايز أشكرك وأقول أنت بتقوم بعمل جبار صراحة، وعمل جريء، وعمل يعني أنا أديك تعظيم سلام صراحة. تسلم تسلم يا طيب، هذا واجبنا، أنتوا أهلنا بالنهاية، نحن أهل مثل ما بقولوا، نحن بشر بالنهاية، ونحن أخوة، ونحن كلاتنا مثل ما بقولوا منبع واحد، وهدفنا واحد هو السلام والسعادة. فأنا لما أقوم بهالعمل هذا أقوم لأهلي ولناسي، يعني أنا لا أقوم الإيليانس جاي من المريخ، يعني بصراحة لجنسي وناسي أنا بس العمل هذا. أنا أبرشيت وأقدر العمل الجبار صراحة، ده عمل يعني على حساب نفسك وعلى حساب راحتك وعلى حساب حاجات كثيرة جدا. فنحن صراحة يعني ده زي ما بيقولوا جميل، أنا شخصيا ما حنسلك مدى الحياة. أنا متشكر جدا لك خجان على العمل الكبير اللي بتقوله ده، نيابة عننا لظروفنا نحن في دولة إسلامية. أكيد أكيد ممكن الواحد يقتلوه أكيد، يعني الحد في نسبة بتاعة ملحدين كبيرة جدا موجودة في السودان، لكن الضغط الدين، الضغط بتاع الدولة، الضغط بتاع تسلط الحركات الإسلامية، تسلط الفكر الإسلامي. لكن الكويس إنه الفكر الإسلامي موجود في السودان فضح نفسه، لأنه في نظام لازم، نظام فصل البلد، نظام عمل كوارث اقتصادية، نظام فشل في كل مناحي الحياة. فأعتقد إنه نموذج جيد للإسلام السياسي الموجود في العالم، على أساس إنه أي دولة عربية أو دولة إسلامية عايزة تطبق النظام الإسلامي تشوف التجربة السودانية والتجربة الصومالية أكبر مثال، والأفغانية فشل في كل المناحي، والإيرانية، وكل يعني ما الإسلام ما نجح في أي مشروع، ما أظن مشروع سياسي ينجح الإسلام، لأنه أصلا مبني على ركائز غلط، يعني فما أظن ينجح أي مشروع إسلامي، لا سياسي لا اقتصادي لا اجتماعي لا كل المناحي فشل ذريع. هو ليس فشل، هو فشل مصطلح مصالح، هو تدمير تماما. بالضبط، مصطلح فشل مصالح، انا اعتقد لا يمكن نقول فشل، هو تدمير، هو تدمير، تدمير بكل معنى الكلمه. طيب انا بشكرك كثير اخوي عباس، وانا مستني بانتظار يعني مداخلات اخرى في حلقات جايه كمان من حضرتك. الله يخليك يا سعد. تسلم يا طيب، تسلم. شكرا. طيب اخي جون، نحن وصلنا لنهايه حلقتنا، وانا كان بودي نحكي اكثر واكثر، لكن بصراحه انا يعني عندنا سياسه جديده ما نطول الحلقات، لانه اكيد انا ترى تشرف فيك وتشرف بالمشاهدين وبالأصدقاء اللي يعني قبل اللي شو اسمه يعني تشاركوا بهذا البرنامج. لا أتمنى يتوسع هذا البرنامج ويصير أكثر أنه توعية للناس وتوعية للشباب الجيل هذا، وأتمنى كل الناس تفهم أنه الهدف مالتها واحد، هو
العقل السليم اللي انت تتمركز عليه يا اخي. اترك الخدع، اترك الوهم اللي انت عايش عليه عمرك كليته، اللي ما سوى لنا شيء اصلا، بنينا عمرنا على هذا. واتمنى من الناس انه تستفاد من هالكلام. وانا اسف اخاف قصرت وياكم بكلام او قطع الاتصال او اي شيء. لا 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 لا، ولا يهمك ولا يهمك. وانا كثير سعيد فيك اخوي جون، كثير بصراحه كثير سعيد. وانا حبيبي يعني انت مثال بصراحه، انه في ناس بيقولوا بس اصحاب الشهادات هم اللي بيلحدوا، هم اللي بيفكروا. لا، كل الناس بتفكر. يعني انا واحد، وهي الاخ جون اثنين، شهاداتنا ابتدائي، ومع ذلك وقفنا ضد هالغول الاسلامي القذر هذا المتوحش هذا، وراح نتم واقفين ضد هالغول الاسلامي هذا مهما كانت شهاداتنا. وكل الناس ستقف، يعني من الانسان حتى الذي لا يقرأ ولا يكتب، يعني راح يوقفوا ضد هالغول هذا، وانا متأكد الايام قادمة. جون، اذا في عندك كلمة اخيرة بتحب تقولها لجمهور المشاهدين، لاصدقائنا ان كانوا ملحدين او مسلمين، تفضل. الكلمة الأخيرة أختم بيه، إنه أقول لهم بس عندك كلمة الملحد أو الإلحاد العام، كلمة بالعقل تختارها أنت، اللي أنت تختار طريقك الصحيح. مو أنت تظل بحياتك يعني عايش بدون علم بدون فهم، عايش بهالخرافات. أتمنى من العقل إنه يستوعب هذا الشيء عظيم. انا اتمنى كل الناس تستفاد من هذا الكلام، شيء عظيم الالحاد، وليس شيء خرافه، وليس شيء جهل. الالحاد شيء كبير للناس كليته توصل اليه، العلم كبير اكبر من الاديون واكبر من العالم كليته اللي توصله. وانت اختار طريقك بيدك، كل انسان حر نفسه وليس حر يعني العالم كليته. احنا ما نريد نكون، انا هسه حر نفسي، عائلتي مسلمه، تركت الاسلام مو في سبيل انه عائلتي مسلمه لا يعني لازم اظل بالاسلام. فاجو من الناس انه تتخذ قرارها بنفسها وليس بقرار احد غيرها. هذا الشيء اللي اقوله. واشكر اشكر اشكر كل الناس اللي مشاهدين الحلقه، واشكر حضرتك اخ جان، واشكر الاساتذه الكبار من اخواني الملحدين كلهم اذا كانوا يشاهدونا. شكرا. شكرا كثير لك جون، شكرا كثير. اصدقائي، انا بحب اذكر انه الباب مفتوح، باب البرنامج مفتوح لاي ملحد يريد ان يجهر بالحاده. فقط راسلنا والعناوين كلها موجوده تحت الفيديو، بكل فيديوهاتنا بنحط العناوين. ولاصدقائنا اللي ما بقدروا يجهروا بصورتهم، يعني بس بدهم صوت، في منبر الإلحاد، طبعا برنامج منبر الإلحاد اللي يشرف عليه ويقدمه أخونا ريان الشامي، كمان موجود عنوانه تحت الفيديو. يا ريت تتصلوا فيه وتتفقوا معه، ممكن تطلعوا بأصواتكم فقط. وإذا بدكم كمان، حتى إذا ما بقدر بصوته يطلع، ممكن يكتب لنا كتابة تحت أي اسم كان، يكتب لنا قصته اللي بده يحكيه ويسمعه للناس، ممكن ننشره عنا في المواقع الموجودة للبرنامج ولصفحة الجهر بالحادث. بس كلمة أخي أخيرة، أنا أتمنى من الناس بدون خوف وبدون وهم اللي يعيشوه هذا من أخوان الملحدين. في كثير اخواني من الملحدين واخواتي انه يخافون يظهرون نفسهم، لانه لاسباب امنيه، يعني تعرف الوطن والاسلام اللي صار يعني القتل هذا. فاتمنى انه يعني يظهرون بدون خوف، مو احنا نسميه خوف، بس يعني نسميه نوع من الحفاظ على الشخصيه. هذا انا اسميه يعني كل واحد محافظ على شخصيته، يعني الحد على كيفي. فأتمنى أنه يعني يظهر بدون خوف. أنا أول 5 أشهر ظاهر، أم أقل من 5 أشهر يعني أهل الحادي، وظاهر وبدون أي خوف وبدون أي تردد، وما خايف لا يصيبني أي شيء يعني، عرفت؟ على كل حال، مبروك جون، مبروك عليك العقل، مبروك عليك التفكير العقلاني والمنهج العلمي مثل ما بقولوا. وانا بشجع كل اصدقائنا، يا جماعه لازم ندهس الخوف تحت جرينا. اذا ما دهسنا الخوف بدهسنا هو، دهسنا من 1400 سنه، يعني ما هو من شيء جديد.
فخلونا نقوم بوقفة رجل واحد، وصدقوني هالفكر الخرافي هذا تافه وهش إلى أبعد الحدود، ممكن بنفخة هوا يطير، بس بده وقفة قوية من رجال أقوياء، وشوفوا وراح نشوف السنين القادمة على كل حال يعني نهاية الفكر الخرافي هذا. طبعا أنا بشكرك كثير أخي جون، وبشكركم أصدقائي على المتابعة. وأنا أذكرك تفضل أقول لك واني أنا أكثر وأتشرف بيك وأتشرف بإخواني المشاهدين هذا اللقاء السعيد. شكرا جون، شكرا كثير لك حبيب. شكرا لكم أصدقائي، إلى اللقاء في حلقة قادمة. إلى اللقاء مع السلامة.